كنت متواجدا في مدينة باندو قبل عدة أيام عندما حدث موجات التسونامي في منطقة سيلات سوندا، وللعلم لقد علمت بهذا الخبر من القنوات الإخبارية ومن شبكات التواصل الإخبارية الفلسطينية، علما أن إخوانكم في فلسطين مهتمون جدا لأخباركم. ومن أحد مميزات الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة اهتمامهم البالغ بإخوانهم في الدول العربية والإسلامية. لذا اسمحوا لي أن أنقل صلواتهم ودعواتهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل للجرحى في أحداث هذا التسونامي، والدعوات للضحايا، وأن يكون هذا الأمر في ميزان حسناتكم بإذن الله، وأن تتعافوا وأن تقوموا بسرعة من هذا المكان وأن تعيدوا بناء هذا المكان سريعا بإذن الله.